سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة في باريس دكتورة جيهان جادو معي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتورة جيهان، قبل أن نخوض بنقطة هذا القانون الجديد اللي مطلوب الموافقة عليه في فرنسا، عن أي نسبة تحرش نتحدث عنها في الشارع الفرنسي؟ اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. يعني احنا اذا تكلمنا عن ظاهره التحرش هنا بفرنسا، فيعني قد يكون دائما وابدا الجميع يعني يلقي التهم على المجتمعات الشرقيه ومجتمعاتنا العربيه بان هناك تحرش ما في الشوارع، لكن الحقيقه هي ان فرنسا ايضا هنا الفتيات وايضا النساء تتعرضن الى نسبه تحرش ايضا في الشوارع، وليس فقط في الشوارع بل ايضا في جراء العمل وايضا في كل مواقف. يمكن المناهضة أو يعني الانتفاضة الأخيرة التي قامت بها بعض النساء هنا بفرنسا، ويعني وعلى يعني على شكلتها في بعض الدول الأخرى، الحقيقة هي الدافع الأساسي وراء يعني مراجعة هذا القانون وصدوره ويعني إقراره أمام مجلس النواب. فالحقيقة يعني يمكن هذه طفرة أيضا تضاف إلى فرنسا في مجال حقوق النساء. صحيح. فطبعا نسبة التحرش هنا موجودة بالفعل، لكن يعني إذا تم تقييمها نستطيع أن نقول أنها أيضا هناك يعني عدد لا بأس به من النساء يتعرضن للتحرش يوميا. بس نسبة قليلة. نعم نسبة قليلة، لكن يعني بالمقايسة، لأن هنا الحقيقة هناك قانون يجرم تلك الظواهر، وهناك صحيح، في غرامات يعني فورية. تفصيل بكل تأكيد غرامات فورية، وأيضا يعني هناك حقوق للنساء يعني يكفلها القانون وأيضا تنفذ، يعني ليست فقط مجرد صحيح، يعني نص تشريعات على ورق. أو نعم قوانين نصها. نعم طيب، أنواع التحرش أكثر الموجودة بفرنسا دكتورة جيهان، يعني هل هي مقتصرة بغالبيتها على التحرش اللفظي؟ يعني في بعض بلدان مصر طبعا نعرف مثلا في نتحدث عن تحرش الجسدي بنسبة كبيرة، هل نتحدث بأكثر بفرنسا عن تحرش لفظي؟ الحقيقة ليست فقط في مصر، لكن هناك بعض الدول العربية أيضا تعاني أكثر مما طبعا تعاني احنا منه مثلا ذكرناها على سبيل المثال. بكل تأكيد. على سبيل المثال الحقيقة أيضا فرنسا هنا بكل تأكيد هناك أيضا تحرش لفظي وأيضا تحرش جسدي. يعني الحقيقة وإلا لما كان يعني وصلنا لهذه المرحلة وصدور قانون خاص بهذه الظاهرة صحيح، أمام مجلس النواب يناقش حاليا، فهناك أيضا ظواهر خطيرة وقد تمارس ضد المرأة وضد حقوق المرأة خاصة في العمل. هناك من يعني الرشوة الجنسية معروفة جدا هنا بفرنسا الحقيقة، يعني شيء يعني للأسف شديد يسيء للنساء في العمل. فبكل تأكيد هذه الظاهرة بدأت تجرم نظرا ل يعني ارتفاع منسباتها أو ارتفاع معدلاتها في هذه الأونة خاصة في فرنسا. نعم ارتفعت معدلاتها، يعني حتى إذا حكينا مقارنة بالسنتين الماضيتين دكتورة جيهان، أو إنه في كتير تنبه هذا العام، في كتير نتحدث عن حملات عديدة، طبعا ميتو أنا أيضا بالنسخة العربية صار الحديث عنه كتير واضح وكتير أكثر بالفترة الأخيرة، أم إنه فعلا زاد؟ بكل تأكيد هو يعني هي كانت ظاهرة مستترة، لكن الحقيقة لم تظهر أبدا ولم تأخذ بعض النساء الشجاعة الكافية إلا عندما قامت بعضهن بانتفاضة أو إن هي الإعلان الفوري عن أنها فعلا تم ممارسة التحرش وممارسة الأشياء التي تستغل جسد المرأة سواء جنسيا أو لفظيا أو ما شابه. يعني الحقيقة بدأت في الظهور في الفترة الماضية، ثم تجرأت العديد والعديد من النساء والفتيات ايضا للاعلان عن هذه، ويمكن الحقيقه ايضا ما يستدعي لفت الانتباه ان هناك عناصر سياسيه كبرى وايضا يعني شخصيات كبيره من الفن ومن السياسه ومن في كل الحقيقه بدات الظهور. فهذه ظاهره خطره، فلابد وكان ان يكون لفرنسا سيطره على هذه الجرائم او الظواهر اللي هي الخاصه بالتحرش باصدار مثل هذا القانون او اصدار يعني اشياء اخرى تساعد النساء في طيب، حمايتهم. المرأة بفرنسا دكتورة جيهان تتحدث أكثر عن هذا الموضوع، تتصرف فعلا كما هي الحالة بأنه هي ضحية، وحتى لو لم تكن فرنسية يعني، بس يعني بطبيعة الحال هي بمجتمع منفتح، يعني ليست مجتمع شرقي اللي دايما نعم المرأة تخاف فيه من أن تفصح عن هكذا الموضوع، وكأنها تتصرف وكأنها هي متهمة.
صحيح، لا أعتقد أن قوة القانون هنا وأيضا الحقوق المكفولة للنساء هنا أصبح جعلت لهن القدرة والشجاعة على مواجهة هذه الأمور، ليست مثل بلداننا العربية التي للأسف الشديد ما زالت المرأة فيها تعاني من الخوف من العادات والتقاليد، وأيضا أن يعني الحقيقة أن لا تصدق، يعني لأن هناك بعض الظواهر التي تحدث في مصر وتعلن عنها الفتيات بالفعل، لكنها في ظل يعني بعض الإجراءات الضعيفة أو بعض أها القوانين الضعيفة لا تستطيع المرأة أن تثبت مثل هذه الحالات، فيمكن لا يتم يعني لا يتم تصديق كلام المرأة، فبالتالي ليس هناك بتفضل ما قانون تفوت يطبق في بهالموضوع العربية. أساسا. نعم أنا نعم أشكرك نعم نعم جزيلا على هذه المشاركة معنا، سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة في باريس دكتورة جيهان جادو.